هذه الأيام كما أنها قرنت في حديث أهل البيت وفي فكر أهل البيت، قرنت بذكر سيد الشهداء وبدمه المطلول صلوات الله وسلامه عليه، هي أيضا مقرونة بذكر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك تجد هذا المعنى واضحا في زيارة عاشوراء على رغم قصرها واختصارها، مرتين يأتي ذكر الثأر وذكر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بالزيارة الشريفة. في المرة الأولى فأسأل الله أن يرزقني طلب تارك مع إمام منصور من أهل بيتي محمد صلى الله عليه وآله، وفي المرة الثانية وأن يرزقني طلب تاركم مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. مرتان يأتي ذكر هذا المعنى في هذه الزيارة على اختصارها وعلى قصرها. فهذه الأيام كما أنها قرنت في فكر أهل البيت وفي حديث أهل البيت بسيد الشهداء، قرنت بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الروايات كثيرة التي تحدثت عن ظهور إمامنا في هذه الأيام، يعني في أيام المحرم وفي اليوم العاشر من شهر محرم. أشير إلى رواية لأن وقت المجلس طال، رواية مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يرويها أبو بصير رضوان الله تعالى عليه. يقول إمامنا الصادق: لا يخرج القائم صلوات الله وسلامه عليه إلا في وتر من السنين. واضح المراد في وتر من السنين، يعني السنين الفردية. الرواية تبين هذا المعنى أيضا: لا يخرج عليه السلام إلا في وتر من السنين، سنة 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9، ويقوم في عاشور. في عاشور هنا يعني في الأيام العشر الأواخر، ويقوم في عاشور، ويظهر يوم السبت العاشر من محرم. روايات كثيرة تتحدث عن ظهور الإمام في يوم السبت والذي يصاب في العاشرة من محرم، ويظهر يوم السبت العاشرة يعني العاشرة من محرم، ويظهر يوم السبت العاشرة من محرم قائما بين الركن والمقام على يديه شخص قائم ينادي البيعة البيعة، ظاهرا على يديه يعني بمعنى بين يديه. رواية هكذا النص: على يديه شخص قائم ينادي البيعة البيعة. هذا في اليوم العاشر من المحرم، في يوم السبت يكون ظهوره، فيسير إليه أنصاره من أطراف الأرض. تتمة الرواية، لازمنا في نص الرواية: فيسير إليه أنصاره من أطراف الأرض فيبايعونه، فيملأ الله به الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، ثم يسير عن مكة فيأتي الكوفة فينزل نجفها ويفرق الجنود من هناك إلى جنود فهذه الأيام أيام ينتظر فيها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. ليس من آداب التعامل مع الإمام الحجة أن ننتظره في كل جمعة، أليس نقرأ في زيارته: وهذا يوم الجمعة المتوقع فيه ظهورك. أيضا من الأيام التي ذكرتها الروايات الشريفة التي يتوقع فيها ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويأتي برايته الخفاقة بشعاره يا لزارات الحسين في أيام المحرم، فيقوم يعني يبدأ قيامه في عاشور في أوائل هذه الأيام، ويظهر بين الركن والمقام في يوم العاشر. يعني في هذه الأيام كأنه يمهد لقيامه في يوم العاشر من محرم.
سيقوم في عاشور ويظهر يوم السبت العاشر من المحرم. فهذه الأيام مقرونة بذكر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فهي أيام لانتظاره، لانتظار يومه المشرف، لانتظار يوم الخلاص الموعود على يديه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأيام كما أننا نحاول أن نثير الانكسار في قلوبنا، نحاول أن نعيش البراءة من أعداء أهل البيت والولاية لهم صلوات الله عليهم أجمعين، كذلك نجدد فيها العهود لإمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. فإمامنا كما في روايات أجداده الطاهرين أنه في مثل هذه الأيام ينتظر ظهوره الشريف، في مثل هذه الأيام يتوقع ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه، حيث يظهر في اليوم العاشر من محرم معلنا صرخته يا لثارات الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ورحم الله الشاعر حينما يصف هذه المعاني يخاطب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، فيقول له: ميمون جدك ما صهل، يمك يجول بحدته. ميمون جدك ما صهل، يمك يجول بحدته، والسيف عندك والعلم، ما يوم تفتل طيته. يا يوم سيدي يا ابن رسول الله، والسيف عندك والعلم، يا يوم تفتل طيته. جبريل ينده بالسماء، عزكم ظهر من غيبته، وتظهر شمسها من الغروب، والأرض تاضب طلعته. يا كل بشير ويا الضحك عانوا يبشر شيعته، يا كل بشير ويا الضحك عانوا يبشر شيعته، ويا الظهر قبل الظهر للنجف تجبل سربته، ويا الظهر قبل الظهر للنجف تجبل سربته، من تصهل تموج الأرض والغرق هزهز قبته، من تصهل تموج الأرض والغرق هزهز قبته، والبطل ضايع بالزرد هو عليه السلام، والبطل ضايع بالزرد هذو الطفوف وندبته، توجب على ظهر النجف ينزل يصلي بسهلته، توجب على ظهر النجف ينزل يصلي بسهلته، منها ويشد الكربلة من العدو ياخذ عتبته، من تصهل تموج الأرض والغرق هزهز قبته، من تصهل تموج الأرض والغرق هزهز قبته.